نشوفوا الفرق راهي متقاربه بيناتهم يعني في النقاط سواء في الصداره ولا في النزول. ما تنساش باللي قاعدوا تم المقابلات، لو كانت مقابلتين ولا ثلاثه نقدر نقولوا، بصح تم المقابلات يقدر يتغير فيها كل شيء في البطوله، لان تم المقابلات يقدر الفريق اللي راهو في وسط الترتيب يقدر يكون مع الثلاثي الاول.